السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الفيديو التاسع من سلسلة فيديوهاتنا اللي بيتابعها الأجر أدمنستريتور والأجر سيكيورتي إنجينير لأهمية الموضوع. في الفيديوهات اللي سابقة إحنا تناولنا البوليسي بشيء من التفصيل، خدنا مميزاتها، خدنا مكوناتها، ودخلنا كمان عملناها بإيدينا على البورتال كشغل عملي. في الفيديو ده كان من المفترض ان احنا هنتناول الكرييت البوليسي فروم سكراتش، يعني مش هاخد التمبلت او البيلت ان بوليسي اللي على البورتال، لا انا حابب اني اعمل بوليسي انا بايدي كده واشتغل عليها. علشان كده كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن مكوناتها، علشان لما تدخل تعملها بايدك كده فروم سكراتش يبقى عارف ان فيها ثلاث اجزاء او ثلاث مكونات، اللي هي الديفينيشن والسكوب والبارامتر. علشان حضرتك تفهم قبل ما تدخل تعمل البوليسي بإيدك، لازم تفهم مراحل الطلب بيتم ازاي على البورتال، يعني الريكوست انفراستراكشر الخاصة بمايكروسوفت اجر بيتم ازاي. وعلشان حضرتك تفهم الكلام ده احنا لازم نركز مع بعض كده تركيز شديد جدا، لان احنا هنقول معلومات مهمة جدا 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 هتخلي انت او هتخليك انت كاجر ادمنستريتور انسان محترف وفاهم، وهتخليك لو حابب تتخصص سيكيورتي او لو انت اوريدي شغال اجر سيكيورتي انجينير، هتخليك برضو تفهم الدنيا ماشيه ازاي وتكتسب معلومات ان شاء الله هتكون ذات قيمه بالنسبه لك. خلينا نعرف انه اي طلب بيتم على البورتال، يعني هنتخيل مثلا ان السيناريو كالاتي، انه في احد الاشخاص دخل علشان يعمل نيو ريسورس، الريسورس ده مثلا خلينا نقول من نوع في ام، فهنقول انه هو قدم طلب، صح كده؟ قدم ريكوست، خلاص كده. بعد استلام الطلب ده بنيجي للمرحلة التالية اللي هي خلينا نسميها مرحلة العمليات، تمام؟ بعد كده بانتهاء المرحلة ديت بيدخل على طول في حيز التنفيذ أو مرحلة التوفير أو التوافر اللي هو مرحلة البروفايد، تمام كده يا شباب؟ يبقى لو تخيلنا إن الريكوست هو إنه هنعمل نيو في إم على البورتال، ده طلب، انا بطلب من مايكروسوفت ان هي تنشئ لي جهاز جديد على البورتال بتاعتي، تمام. الطلب ده بيدخل على تاني مرحله، هنا خلينا بقى نغير شكل القلم ده. في المرحله ديت هنا هيجي دور الاجر بوليسي. ليه بقى؟ هتشوف طلبك ده مستوفي شروط البوليسي ولا لا. هنا في العمليات بيراجع طلبك، انت مقدم طلب ان انت عاوز في ام جديده او عاوز جهاز او عاوز كونتينر او ستورج اكاونت او سيرفيس او في نت، اي ريسورس، اوكي، داخل تعمل اي ريسورس جديد، ولكن المثال هنا على الفي ام، تمام. هناخد الطلب بتاعك هيراجعه من عمليات المراجعه دي، انه بيحوله على البوليسي، هل في بوليسي متطبقه على الفي ام، على الريسورس اللي حضرته ده طالبه؟ والله اه. طيب البوليسي هنا بقى، البوليسي ترد تقول ايه؟ اه خلي بالك ان هو طالب في ام من نوع دي 1، وانا ما عنديش في بوليسي بتمنعني ان انا انشئ دي 1، فالطلب هنا هيتعمل له ايه؟ دي نو. والله هو طالب في ام من نوع دي 1، وانا في سياسه بتقول لي لو جالك من دي 1 حطها لي، تمام، يعني ما تمنعيش، ولكن حطي لي الفي ام ديت في ريسورس جروب بي. فالطلب هنا او الطلب ده هيحدث لي تعديل موديفاي، اوكي. يبقى علشان نفهم مراحل تنفيذ الطلب ديت لازم كنا نتكلم عن الموضوع ده، تمام. بعد ما يستوفي الشروط اجر بوليسي هتروح مودياه للبروفايدر، لو سمحت اعمل لي في ام بالشروط ديت، خلاص. فالبروفايدر يرد يقول حاضر، ادي الفي ام اهي بالنيم اللي هو حاطه،
بالريسورس جروب اللي هو اختاره، بالبوليس اللي اتطبقت عليه، بالنتورك، بي 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 بي، خلاص بعد كده هيديك البي ام اللي حضرتك طلبته. وعلشان نفهم باكتر من مستوى فهم او بعمق، خلينا برضو ناخد مستويات الحدث او ما يسمى بالافكت، تأثير السياسة دي. وعلشان الموضوع محتاج فعلا مننا تركيز، احنا هنخلي موضوع البوليسي افكت للفيديو القادم. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.